السلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. نصايبوا واحد الكيك بارد ما كيطيبش مع بعضياتنا ان شاء الله. عندنا البنات في المقادير، عندي واحد بكيه ديال ماريا، وعندي ديك فاش غنطحن جوج صاشيات الفاني، عندي واحد 100 غرام ديال الكاوكاو اللي مطحون محمر ومطحون حتى معلك. ودابا البنات غنبداو مع بعضياتنا. عندي هنا واحد 100 غرام الزبده اللي طايبه نوازات، باش غادي نخلطوا العناصر اللي عندنا ان شاء الله. هنا نتبعوا مع بعضياتنا البنات المراحل وحده بوحده، وغادي باش نستافدوا جميعا ان شاء الله. ناخذ الماكينه ديالي، كل واحد باش غيطحن، وعندي انا هاد غنخدمها بهذا اللي كي المول اللي كيتهز. عندي دابا البنات غندير ديك ماريا ديالي هنا، وانا البنات طحنت كاوكاو من قبل. علاش؟ حيت خصني ماريا ما تطحنش ليا تولي غبره، هو مطحون وماريا هكذاك غير مهرمشه، باش منين تطحن ليا ماريا هو مطحون، طحن ماريا غير شويه يبقاو في هذوك الحبيبات، باش ملي تفزق ما تعجنش ليا. دابا انا طحنت البنات كلشي، غنزيد ديك الزبده. الا لاحظتوا راه ماريا غير مهرمشه، ماشي مسحوقه. غنزيد البنات ديك الزبده اللي عندنا ديجا دايبه نوازيت، راه كتبان لكم من اللون ديالها، كنظن ان الصوره واضحه. غادي نزيدوها تما، وعاود نطحن واحد الضربه ولا جوج باش تدخل لي هذيك الزبده في ديك المكونات اللي عندي تما، اللي هي كاوكاو وصابلي ماريا. نطحنهم غير باش تدخل لي هذيك الزبده تنسجم لي مع ديك العناصر. غير ما كنوركش دقه واحده، غير طف طف طف، غير ضريبه بحال اندو تروا، باش ما تطحنش لي ديك المكونات بزاف. دابا البنات غنزيد دوك جوج صاشيات ديال الفاني، خليتهم هما الاخرين باش كيبقى الجهد ديال الريحه ديالهم. حنا كنعرفوا دابا مريم ما فيهاش، ما كتكونش فيها شي نسمه، حنا بغينا نسموها بالريحه ديال الفاني، تجينا الريحه ديالها مجهده. وثقوا بيا البنات، هاد التخليطه هادي ديال الكاوكاو مع كيجي معلك مع ديك صابلي، ملي كنصايبوا بها البنات لا باز ديال شي كيك بارد كيجي معلك زوين، حسن من الصابلي بوحدو. جربوا وردوا عليا الخبار، غادي يعجبكم، كتجي ديك الخلطه معلكه. دابا البنات كما كنقول دائما، نخويو لو بلون دو طرافاي ديالنا من اي حاجه خدمنا بها كنحيدوها من الطريق. وغادي نجيبو ديك الصينيه ديالنا ونخويو فيها ديك مكونات اللي طحنا مع بعضياتها. راه ما مدهونه المول ما حتى حاجه، لان ديجا عندنا ديك الشيء فيه الزبده. كنخويو البنات، وغادي نقادوه نلبسوه مزيان لداك المول البنات، بحال كنلبسو، بحال كنصايبو الطارت. ندكو مزيان ونطلعو الجناب البنات، ونجيبو داكشي متساوي البنات، ماشي بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه، ونديرو بحال كنحفرو وحنا كنطلعو بالصبيعات ديالنا، كنطلعو الجناب باش يتلبسو لينا حتى هومايا. في نفس الوقت كندكو باش تدخل، باش تجي الحلوه داخله ببعضياتها، متماسكه مع بعضياتها، ما يكونوش عندنا فراغات. الا لاحظتوا البنات انا لبست كامل ديك المول، وانا كنلبس وانا كندك باش كتقاد ما يبقاوش عندي الفراغات. كنتمنى البنات يكون الشرح ديالي واضح ليكم. هي الصوره كتشرح الراسه، ولكني انا كنعاون بالهضره باش تكون الاستفاده مدوبله. دابا البنات ان شاء الله غندخلو المجمد باش تشد لينا ديك الزبده في راسها مزيان، وغندوزو نصايبو الكريمه باش غنعمروها. دابا البنات صانا عندي واحد نص سيترو ديال الحليب، واخا كتبان لكم هذا كيطرو، انا ديجا واخده منه نص سيترو،
عندي هنا واحد 3 المعالق كبار ديال الكاكاو شوكولا، كريم باتيسير شوكولا. عندي واحد كريمة، كريم ديال الخفق كي كنقولوا، اللي غادي هي اللي غادي كريم ليكيد، هي اللي غادي نغنيو بها هذيك الكريمه ديالنا اللي غنصايبو ديك الكريم باتيسير. هنا البنات غنشوفوا كلشي مع بعضياتنا. غندير ديك نسيطرو د الحليب، غندير واحد 3 المعالق ديال لا كريم باتيسير شوكولا، وندير واحد 2 معالق، نجيب واحد 2 معالق ديال السنيدة، لان البنات عندنا ديك الكريمه غندير 2 معالق، لان هاد الكريمه كتكون حتى هي حلوه باش ما تجينيش الكريم ديالي حلو بزاف. وغادي نخلط مزيان البنات، العناصر تنسجم ليا ما يبقاوش عندي الحبيبات فيها، وغادي ندخلها نديرها في فوق البوطه طيب حتى تعقد ليا الكريمه ديالي. وغنكون البنات من قبل راه ما قلتهاش لكم، عندي واحد المعلقه ديال جيلاتين غبره اللي درتها في واحد الكويس، ودرت معها واحد الربيع ديال الماء وخليتها تطلق راسها، هي اللي غادي نزيدها مع ديك الكريمه ديالي باش تعقد ليا الكريمه منين نديروها في المجمد تبرد. غنبقاو البنات ملي كنكونوا فوق النار كنبقاو كنحركو باش مايلصقوش لينا الجناب وتحرق لينا ديك الكريمه وتجينا فيها النسمه ديال الحراق. كنبقاو ديما يدينا فيها حتى كتعقد، ملي كتوجد لينا البنات كنحيدوها من فوق النار، عاد كنزيدو عليها ديك ها هي بدات البنات كتعقد. انا كنوريها لكم باش تشوفوا، وانا كنحرك ما كنحبش بالتحراك، صافي هي غتوجد ليا نحيدها. وغادي ندير ديك هي دابا وجدات البنات، غنطفي بوطه ونزيد عليها ديك الربيع ديك المعلقه اللي قلت لكم ديال الجيلاتين في واحد الجريمه ديال الماء، ربيع كاس غنزيدها، وغنحرك المكونات كامله مزيان تدخل بعضياتها، وغنغطي هاد الكاسرونه البنات، وغنخليها غنحولها الكاسرونه واحده اخرى باش نسرع عليها التبريد، وغنغطيها ونخليها تتبرد تماما، غندخلها للثلاجه تبرد تماما البنات، عاد غنخدم بها. وغادي نشد البنات ديك الكريمه ديالي، غنديرها هنا، غنخويها هي الاولى هنا البنات، وغنطربها هي مع هذيك الكريمه اللي بردات ليا، ديك يعني الكريم باتيسير اللي بردات. غنطرب كل شيء مزيان تتنسجم ليا العناصر. دابا راه عندنا تما الكريم باتيسير، وزدنا عليها هذيك كريمه الخفق وكنحركو، وبجوج باردين البنات. ها هما البنات الكريمه ديالنا وجدات. دابا غنجيبو الكيك ديالنا اللي ديجا تا هو كان في المجمد بارد، وغنخويو عليه هاد الكريمه اللي حنا طربنا، غنخويو البلاصه كما كنقول دائما فين نخدمو. ها هي البنات خرجت الحلوه ديالي، خرجتها من المجمد، ها هي واجده شاده راسها. دابا غنخوي في هذيك الكريمه البنات اللي خدمت،
وغادي نبدا البنات دابا نبدا في التزيين ديالها. غنخليها بعدا تبرد البنات شويه تشد راسها، نخليها تبرد تشد راسها عاد غادي نبدا نزين فيها التزيين. البنات كيبقى اختياري، انا غنقول لكم اشنو كيفاش درت ليها. انا عندي دوك القوالب شديتهم هما، درت فيهم وحده، درت زوقتهم، كندير كاكا وسكر غلاس كنقاد لها وجهها، درت بحال دي صابا البنات، ودورت دوك العقيقات الشوكولا من الجناب كانوا عندي، وغنزيد هاد الصابا بالكاكاو البنات. الا لاحظتوا ها هما البنات دابا الحلوه ديالي الشكل ديالها. غنزيد البنات باش نزين داك الصابا، عندي واحد العقيقات رقاقين بويض، غنديرهم من الفوق بحال الثلج كي كنقولوا حنا، بحال التبروري طايح على دوك لي صابا. وها الحلوه ديالنا البنات واجده، خاصها تبات البنات من الاحسن تبقى واحد 3 سوايع في المجمد باش كتشد راسها، كتجي بحال الكلاص وكتجي البنات رائعه. ها هي شكلها النهائي البنات، شوفوا كي دايره. وواحد المقطع البنات كنت صورته ديال كان وانا كنقطعها، مشى ليا تمسح ليا، سمحوا ليا ما عندي كي ندير. كتجي رائعه وكتجي ديك الكاوكاو معلك وبالصحه والراحه.